معنا الآن من له الفضل والمشرف العام على هذه البطولة، بطولة مستقبل الرياضة، الأستاذ فارس الشريف. أهلا وسهلا بك. الله يحييك ويبقيك، وشرفتونا صراحة بحضوركم وشبكة النجوم مميزة كالعادة. أولا حدثني عن هذه البطولة، عن الفكرة والتنسيق والتنفيذ والفريق والكادر المنظم لهذه البطولة. أشي بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة الفكرة كانت موجودة عند الطلاب المبدعين، طلاب قسم التربية البدنية بجامعة أم القرى بقيادة الدكتور يوسف الثبيتي. صراحة كانت موجودة الفكرة قبل جائحة كورونا، لكن مع توقف جائحة كورونا وفي ظل الجائحة، بعد الجائحة الحمد لله بعد توفر اللقاح في المملكة العربية السعودية بقيادة سيدي الملك سلمان، الحمد لله توفر اللقاح، لملمنا أوراقنا، كتبنا أفكارنا، نفذنا خططنا، والحمد لله جاء التنفيذ وجاءت الفكرة والمبدعين كالعادة ها هي شغالهم. هل واجهتكم صعوبات في تنفيذ وإقامة هذه البطولة؟ أكيد، يعني ما في عمل يعني في هذه الحياة ما يعني صعبة الشخص ما يواجه صعوبات. إذا ما واجهت صعوبات صراحة ما يعني ما تتعلم ولا ما تتقدم خطوة واحدة. واجهت صعوبات عدة لا تذكر، بوقوف الرجال معانا، بوقوف الشباب معانا، وأيضا لا ننسى الفضل الكبير لرابطة فرق أحياء مكة بقيادة الأستاذ السلطان عبد ربه، وقف معانا وقفة رجل صراحة حسيت كأنه أب لنا والأب الحنون كما يقال. وأيضا لا ننسى ملعب حديقة الأمراء الأستاذ أحمد بحطاب، وقف معانا وصبر معانا صراحة الكلمات لا توفي حقه. حدثني عن مدى تعاون الجهات المختصة، الملعب، المسعف، الكادر التنظيمي، رابطة فرق أحياء كما أسلفت قد حدثتني عنها. حدثني عن مدى تعاون الجهات المختصة والترحيب بفكرة وإقامة هذه البطولة. صراحة هي الفكرة ما شاء الله تبارك الله، لا يعني ما يصير أتكلم فيها أنا، هي حديث الشارع الرياضي الآن في كرة أحياء مكة بشهادة الجميع حكام ومعلقين. صراحة جهات المختصة لو ما تعاونوا معانا أو ودعمونا الدعم المعنوي ما لقينا هذا النجاح. صعب يعني تعمل وما تلقى دعم، هذا صعب جدا. لا ننسى الرعاة أيضا، متجر هايتك وشركة مياه منعة وعصيرات توتو كرز صراحة، وأيضا الكادر الطبي بقيادة الدكتور عبدالله الشمراني زميلنا في القسم، وأيضا عضو في الهلال الأحمر هو صراحة من تكفل بالفريق التطوعي الطبي، وصراحة هذا من مميزات البطولة. وأيضا لا ننسى ولا نهضم حق الفار يعني بقيادة أبو صهيب، حضر الفار في ملعب 10-10 ولأول مرة في كرة أحياء مكة بهذه السرعة وبهذه الدقة بشهادة جميع الحكام، حكام الرابطة المعتمدين. هل ستشرفون على تنظيم بطولات أخرى؟ طبعا النجاح يعني لا يقف، بالعكس النجاح يبقى ويتمدد ويعلو أيضا. بإذن الله ستكون هناك سلسلة، وتكون هذه البطولة علامة مسجلة في كرة أحياء مكة كسائر البطولات الثانية اللي لها اسمها ولها ثقلها. ولا ننكر حق بطولتنا أتت وثبتت وأبدعت. قد ذكرت لي أن جميع الكادر التنظيمي لهذه البطولة هم من حكام الاتحاد السعودي. طبعا انت اذا يعني تبحث عن النجاح لابد يعني تبحث كمتخصصين في هذا المجال. جميع اللجان اللي معايا حكام معتمدين من الاتحاد السعودي، وهذا ما يميزنا ايضا من ناحيه التحكيم. وكذلك جميعنا طلاب قسم التربيه البدنيه، سبق وقلت لك يعني واحنا طلاب نعمل هذا الشيء، نكسب الخبرة، نتعلم من أخطائنا، ننجح إن شاء الله. قد دخلتم إلى الشارع الرياضي، قدمتم مبادرة رائعة وهي إقامة مستقبل الرياضة، بطولة مستقبل الرياضة الأولى لكرة القدم، وعدتم بأن هناك ستكون بطولات أخرى. إيش ممكن تقدمون أنت والزملاء
بحكم التخصص، بحكم أنكم حكام في الاتحاد السعودي، إيش ممكن تقدمون لكرة مكة ولرياضة مكة؟ بإذن الله هذه النهاية لبداية جديدة إن شاء الله. إذا حضرت الفكرة نكتبها، نسقها، نحاول نبدع في هذا المجال، ما يعني ما نجيب فكر تقليدي، كحكم أننا متخصصين الانظار علينا، لابد أننا نرفع تخصصنا، نرفع اسمنا في كرة الأحياء، وأيضا نعمل على اسم البطولة كمستقبل الرياضة إن شاء الله، يكون اسم كمسمى، وبإذن الله نصل لهدفنا اللي هو مجتمع حيوي، زي ما نعرف إحنا رؤية المملكة 2030 بقيادة سيدي سمو ولي العهد، 3/4 الرؤية تعتمد على مجتمع حيوي، من ضمنها النشاط البدني، هذا النشاط البدني يعتمد على تخصصنا، فهذه من ضمن أهدافنا بإذن الله، وبإذن الله نحققها بإذن واحد أحد. حدثني عن تعاون الفرق والفرق التي جاءت إليكم والأسماء المعروفة في حواري مكة وجدة والطائف. صراحة في البداية إحنا كنا متخوفين من هذا الشيء، يعني بحكم أننا يعني جديدين في هذا المجال زي ما يقولون، أو لكن الحمد لله، الحمد لله هذا من فضل ربي وثم فضل جهود الشباب، نزلنا إعلان الحمد لله، قفلنا على تقريبا 30 فريق من جدة ومكة، وأيضا فريق بلاك ستار الغني عن التعريف معظمه من مدينة جدة، وهذا ما يميز البطولة، أيضا فرق قوية جميعها بلا استثناء، 24 فريق الحمد لله عاونوا وتعاونوا وحققوا مرادنا، ولو ما تعاون الفرق ما تحقق هذا النجاح. اخترتم شبكة النجوم لتغطية هذا الحدث، حدثني عن شبكة النجوم، تقييمك لها بعد تغطية هذه البطولة. صراحة تقييم يعني لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، بشهادة شو اسمه إعلام رابطة مكة، أخذت أفضل شبكة إعلامية بالتصويت في برنامج تويتر زي ما هو معروف. شبكة النجوم دخلت نافست أثبتت بفترة وجيزة جدا، وهذا ما يعني إحنا اخترنا الأنسب والأفضل، ومن جميع النواحي، من ناحية السعر المادي، من ناحية الكوادر، من ناحية الجماهير، من ناحية كل حاجة. كان معنا المشرف العام على بطولة مستقبل شباب الرياضة والحكم المعتمد من الاتحاد السعودي وطالب في التربية البدنية في جامعة أم القرى فارس الشريف، نتمنى لك الأفضل ونتقدم بالشكر الجزيل لك، وشكرا لك على ما قدمت أنت والكادر التنظيمي لهذه البطولة، ونراكم في بطولات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.